الكاتشب والثوم وماء المطر، أبقوه على قيد الحياة في عرض البحر. قصتنا اليوم عن الدومينيكي إلفيس فرانسوا، العامل في ميناء بجزيرة سان مارتن على البحر الكاريبي. وخلال عمله منهمكا بأعمال صيانة داخل أحد القوارب الشراعية، انجرف القارب فجأة بسبب الأحوال الجوية السيئة والتيارات القوية، ليصل إلى مكان بعيد عن الميناء ولا يوجد أي وسيلة تواصل ممكنة. وداخل القارب لم يكن سوى قنينة من الكاتشب وبودرة ثوم ومكعبات مرق، ليقوم بخلطها جميعاً مع ماء المطر ويشربها على فترات ليقاوم الجوع والعطش، ليظل على هذه الحال مدة 24 يوماً قضى فيها نهاية سنة 2022 وبداية سنة 2023. وهنا بدأ القارب شيئاً فشيئاً بالغرق بعد أن تشرب منه الماء. لكن إلفيس كتب على القارب كلمة مساعدة ووضع مرآة لتعكس ضوء الشمس كآخر محاولة للنجاة. وبالفعل فقد مرت بالصدفة طائرة فوقه، لاحظت القارب وتواصلت مع الحكومة الكولومبية لإنقاذه.